اهلم اهلم انت زيدي 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 أتسلم المعلومة هنا في الكتابة. إذن تشويق لا زال هناك إصرار كبير جدا من المرعومة التنافس كان كبير جدا ونسأل الإخوان الذين كانوا مسؤولين عن إهداد هؤلاء المرعومة. أمال فارس من فئة المرعومات مجموعة مدارس العسارة رقم 7801 هي الرتبة الأولى. الرتبة الثانية شيماء الدوري من المرعومات مجموعة مدارس محايسن رقم 7622. الرتبة الثالثة شيماء المتوفل وفئة المرعومات من مجموعة مدارس أزلاف. الرتبة الرابعة لنماء لطفي من مجموعة مدارس عين شتاء. وأذكر بأن أصحاب المراتب الأولى سواء في المرعومات أو البراعم سيكون لهم مشاركة في البطولة الجوية. إذن هذه المراتب الأولى الأربع ستكون ممثلة لإقليم أطرش في البطولة الجوية. إذن نبقى مع بعض الأخوة في شرح المار تتنافسون على المضمار وفي أي حال ستكون المنافسة من ستكون مراتب الأربعة الأولى ومن سيكون من حقه ومن شرف له أن يكون أحد المتواجدين والمشاركين في البطولة الجوية بإذن الله تعالى. عجب الدجاج أجل في السجن. Thank you.